الغرزة اللي بعد كده الفلاي ستيتش، هنشوف هنشتغلها ازاي. كده انتهينا من شكلها، اسمها فلاي ستيتش. الغرزة اللي بعد كده ويف ستيتش، هنشوف هنعملها ازاي. Thank you.
الإبرة هتكون فوق واحدة والتانية هتكون تحتها بالتبادل فوق وتحت، مرة فوق ومرة تحت بالشكل ده. يعني هنا الخيط تحت، هنا هيبقى فوق، هنا كان فوق الأول دلوقتي هيبقى تحت. ونشتغل بظهر الإبرة، هنا كان تحت دلوقتي هيبقى فوق. ده كده شكلها. هنشوف الشكل اللي بعد كده، فرنش نوت.